لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. بلغت المداخل المالية لمقابلة الديربي أكثر من 300 مليون سنتيم، والتي حصل عليها فريق الوداد على اعتبار أنه كان الفريق المضيف في مواجهة الديربي ضد فريق الرجاء الرياضي، والذي انتهى لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك لحساب الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية. تلقى فريق الوداد دعوة رسمية للمشاركة في بطولة دولية بالخليج، وذلك خلال فترة التوقف الدولي بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم بقطر. وينتظر مسؤول فريق الوداد قرار الطاقم التقني للفريق الأحمر بقيادة المدرب الحسين عموتة، وذلك للحسم في المشاركة بالبطولة الدولية التي تقام بدولة الكويت العربية. اختارت الجماهير الودادية المدافع حسين من عيادة كأحسن لاعب في مقابلة الديربي ضد فريق الرجاء الرياضي، وذلك بعدما قدم مستوى جيد كان الأفضل له منذ انتقاله إلى فريق الوداد في الصيف الماضي، حيث نجح في التصدي لمحاولة كانت خطيرة لفريق الرجاء بعد خروج الحارس أحمد رضا التكنوتي وترك المرمى فارغا لينوب عليه المدافع حسين من عيادة، وحظي بإشادة كبيرة من طرف الجماهير الودادية وأيضا المدافع السابق أشرف داري، والذي أكد من خلال حسابه الرسمي على انستغرام ثقته الكبيرة بالمدافع حسين من عيادة على مستوى خط دفاع الفريق الأحمر في الموسم الكروي الحالي. اشتكى فريق الوداد من النقل التلفزي لقناة الرياضية المغربية خلال مقابلة الديربي ضد فريق الرجاء الرياضي، حيث اتهم منخرط فريق الوداد التلفزة المغربية بالتحيز للفريق الخصم، وذلك بعدم إظهارها لبعض اللقطات المثيرة للجدال خلال مقابلة الديربي. ويبقى أهمها تعرض المهاجم سيف الدين بوهرة لتدخل عنيف لم يتم إعادته على الشاشة، بالإضافة للقطة ضربة الجزاء لصالح فريق الرجاء الرياضي والتي لم تكن واضحة للمشاهد، والاعتماد على زاوية واحدة للرؤية تدخل الشك حول مشروعية ركلة الجزاء لصالح فريق الرجاء الرياضي.